فرق بين أن يناضل الإنسان ضد محتل أيوة. وضد غازي أيوة. وبين أن يتورط في حرب أهلية وفي قتال. لا لا أنا عاوز أقول أخي هذه سياسة الإخوان. اللي حدث في ذلك الوقت في الأربعينات يعني شيء يعتبر مفخرة للإخوان المسلمين، تربية هذا الشباب الأعداد الضخمة هذه الوقوف بقوة بجانب الفلسطينيين ضد الصهاينة شيء يعني يكتب لهم لا عليهم. ولذلك فيه ظهر في ذلك الوقت كلمة النظام الخاص، وده اللي ما أريد أن أتحدث فيه. احنا عايزين نعرف ايش اصله هذا الموضوع، لانه برضه هذا مما يستمر الحديث عنه. اقولك على اصله. اصل النظام الخاص يا حبيبي حال مصر في ذلك الوقت، بلد محتل والأمية العسكرية مسيطرة على كل الشعب وبلا استثناء، لأن كان العام معه 20 جنيه ما بروحش الجيش، وكان الإنجليز والحكام حريصين أن يظل الشعب بهذه الأمية العسكرية. ودي بعتبرها أنا من مفاخر حسن البنا أنه عمل هذا النظام الخاص اللي بيعتبره سري، وهو كان سري لأن كل تصرفاته ضد القانون. أنا لما جاء تدرب على سلاح ضد القانون في ذلك الوقت، لما جاء تدرب على سلاح ضد القانون كان ضد القانون، فعمل هذا النظام. لو تشوف برنامج النظام الخاص يا أخي الكريم، برنامجه التربوي وبرنامجه الرياضي وبرنامجه العسكري شيء يعني يمكن عادل كمال كتب عنه شيء نموذج من نماذج المناهج التربوية العظيمة. يعني هل يمكن أن نقول أستاذ محمد مهدي عاكف بأن النظام الخاص كان يستقطب نخبة النخبة من الإخوان؟ نعم، نخبة النخبة. وكان ما إحنا كنا عدد قليلة، مش كل الأخوة. لا 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 وكان مهمتنا أن نربى عقيديا وأخلاقيا وثقافيا وبعدين حربيا. يعني كنا الثقافة الحربية والتدريب العسكري هذا جزء أساسي من حياتنا في النظام، فضلا عن السرية الكاملة، لأن أي شيء معنا أن احنا كلنا ندخل التعب السجون. فالإخوان أنفسهم كانوا لا يعرفون من عضو في النظام الخاص ومن ليس عضو، لا يعرفون. حتى رؤساء المكاتب الإدارية، حتى رؤساء المقنط، ودي كانت مشكلة بعد كده لما تعرف النظام الخاص في محاكمات سنة 49 و50. النظام الخاص قام بواجبه على أعلى مستوى، كل بعض أفراده أخطأهم، هذا لا يعني أن النظام الخاص كان خطأ. أنا وجهة نظري أن النظام الخاص في ذلك الوقت كان صحيحا 100%، إنما بعد ما كشف في سنة 49 و50 أصبح لا يجوز، وبعد الثورة كان لا يجوز نهائيا. ليه؟ لأن أي بعد الثورة مباشرة عملنا حاجة اسمها الحرس الوطني، ومن حق كل مواطن أن يتدرب تدريبا عسكريا على أعلى مستوى. ولذلك الأستاذ الهضيبي لغى النظام الخاص. يعني النظام الخاص كان مؤسسة إخوانية لتربية الإخوان تربية عسكرية. تربية عسكرية، ولكن لم يكن متاحا لكل الإخوان. لا 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 عدد قليل، لأني يعني كأنه هو جهاز المهمات الخاصة. جهاز المهمات، إذا المسيد ممكن تسميه جهاز المهمات الخاصة، ولكن لمصلحة مصر ضد العدو الخارجي وليس ضد داخلي. يعني أستاذ محمد مهدي عاكف، يعني يمكن أن نقول بأن النظام الخاص كان نظام المهمات الخاصة. لا، ليس بهذا بالضبط، ولكن نستطيع أن نقول أن مهمة النظام الخاص هو يعني استكمال تربية الإخوان. إذا كان الإخوان بيتربوا عقيديا وأخلاقيا ورياضيا، ويبقى ده التربية العسكرية اللي كانت مفقودة في ذلك الوقت، كان مهمة النظام الخاص الأولى أن يربوهم تربية عسكرية. بس كونه مش متاح لكل أعضاء الإخوان، هذا بيعني بأنه هو يعد نخبة فقط. نعم، وهذا حدث أزمة الإخوان المسلمين، عمل أزمة طبعا كبيرة جدا بعد ما تعرف. لما تعرف في وبقى يسموها ثنائية القيادة الذي رفضناها جميعا، لأن النظام الخاص كان بيقوده
حسن البنا ومن معه. وصاحب الفكرة هو حسن البنا. اعتبر حضرتك أنا لما بتحدث عن النظام ليس معنى هذا أن ليس به فيه أخطاء، فيه أخطاء بس أخطاء فردية ما هيش أخطاء مؤسسية. وكيف دعيت أنت إليه؟ كان ظريف قوي. دعيت إليه تقريبا سنة 46 يعني كان عمره 18 سنة. وجاءني أحد الإخوة الكرام وقال لي، شرح لي الموضوع وقال لي ايه رأيك. قلت له والله حبيت اطمن بس انه تبع لسان البنا ولا فكذا. مش مانع. ودخلت في مجموعة يعني بعد ان اطمأننت وافقت. طبعا لان هيجي لي الحديث بعد كده هقول لك عليه. ودخلنا ودخلت المجموعة وكانت مجموعة رائعة، ده كان فيها 2-3 ضباط وواحد مهندس وواحد مدرس حاجة زي كده. وفضلنا سنة احنا بقى خلاص ما ندخل النظام الخاص، لا نظهر في اجتماع ولا نظهر في محاضرة، خلاص اشتغلنا بقى تحت الارض. يعني النشاط العلني ما تشاركوش فيه اطلاقا. وبعدين نشاط التحت ده شديد جدا لا يقوى عليه الا اولي علم، من جهة الكتب ومن جهة كده الرحلات من جهة التدريب العسكري، حاجة يعني مرهقة فعلا. فجيت في مرة من المرات بقول للأخ المسؤول عني، هو احنا تبع حسن البنا ولا تبعك؟ انا ما شفتوش بقالي سنتين محدش بروح. ما ردش عليا. لقيت الاستاذ البنا تاني يوم دعيني انا والمجموعه بتاعتي في المركز العام حتى يطمئنكم. اوعى تشوف الالم. لا انت تبع على طول كده يعني. سبحان ربي العظيم. وقعد يتحدث معنا على واقع الاخوان في ذلك الوقت. وفوجئت انه بيقول لي كنت لسه باخد الثانويه العامه وكنت اوراقي في كليه هندسه، فبيقول لي يا عاكف احنا ملناش حد في المعهد العالي للتربيه الرياضيه، ما تشوف لنا حد يدخل المعهد العالي للتربيه الرياضيه. يعني انت كنت ناوي تدرس هندسه؟ انا كنت خلاص اوراقي فيها وبعد. فرجعت ما قاليش روح، انما قال لي عاوزين حد. طب ما انا الراجل الرياضي اللي معروف عني ان انا رياضي. فذهبت إلى كلية الهندسة وجدت أمامي الشهيد صلاح حسن، استشهد في معركة الكرامة في الأردن. قلت له صلاح إيه رأيك؟ ما تيجي نروح معهد التربية؟ قال لي يلا. وخدنا ورحنا على المعهد ده، كان في الأرمان واختباراته صعبة يعني مش سهلة، ونجحنا ودخلنا المعهد ده انا وصلاح، فهو اثنين مش واحد. فالاستاذ بن رضي الله عنه فرح، وكان حتى بعد كده بيكلفنا باعمال تربويه رائعه واحنا في معهد التربيه في الهرم بعد كده.